إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تستمر الانطلاقات والتحديات من أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذه الشارة المقدمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته. الشوط السادس يحمل في طياته العديد من التحديات والشعارات التي تأتي على البداية. على المركز الأول ننطلق لنتعرف على بداية هذا الشوط. غليل على المركز الأول لراشد بن سالم بن مسحار المتفيق الاكتبي على بداية هذا الشوط، يقدم لنا غليل في هذه الانطلاقة المميزة والرائعة. أيضا على المركز الثاني تحرك من مهاجم، بدأ يهاجم المراكز الأولى والمراكز المتقدمة. السيف بن علي بن راشد بن كليب على المركز الثاني، من غيره من المركز الثاني إلى المركز الأول. المركز الثالث وصل ظبيان لسالم بن سعيد بن حميد بن برويس الاكتبي على المركز الثالث. المركز الرابع وصول من مكرم لراشد بن يعروف بن عامر الهاشمي يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتحرك في خامس المراكز، هنالك مخلاب العامر بن عبد الله بن عامر العمري، لكن عوده الى المركز الاول وعوده الى بن كليب، عوده الى ممثل المدام من يتواجد على المركز الأول. هنا مهاجم من هاجم المراكز الأولى وانطلق على البداية، يقدم لنا مهاجم سيب بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي على المركز الأول. الله الله. المركز الثاني بدأ الهجوم من غليل لراشد بن سالم بن مسحار المتفيق الاكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتحرك من ما يخاف، الله الله، وصل بن رشيد يبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار ليقدم لنا ما يخاف لراشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. المركز الرابع وصول من مكرم لراشد بن يعروب بن عامر الهاشمي، أيضا وصول وتحرك من هملول لعبيد بن سعيد بن خميس الوهيبي، لكن عودة إلى بداية، عودة إلى بن كليب، عودة إلى بن كليب، من يقدم لنا مهاجم على المركز الاول وعصاته في الابطان، لكن وصول من هملول، وصلك الوهيبي عبيد بن سعيد بن خميس الوهيبي، من غير الى المركز الاول والعصا في الابطان ركضة الغاي. الله الله، هذا هو هملول، هذا هو هملول على المركز الاول لعبيد بن سعيد بن خميس الوهيبي، من ينطلق بهذا الشوط. لكن المركز الثاني واصل انك واصل انك ما يهاب لمحمد بن مطر بالعور الاكتبي، ايضا بن غدير على المركز الثاني، لكن البداية مع هملول، مع عبيد بن سعيد بن خميس الوهيبي على المركز الأول. عصاته في الأبطان، العصا هناك في الأبطان نايمة، لكن المركز الثاني وصول وتحرك من مهاب محمد بن مطر بن غدير الكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث ما يخاف، لكن خلاص هملول وصلك من غدير على المركز الثاني مع ميهاب وهملول وميهاب. الله الله، لكن هملول يصمل على المركز الاول كما يصمل الابطال على بداية هذا الشوط، لكن بن غدير غير الى المركز الاول مع ميهاب. تهانينا والناموس، النقطة الثانية تهانينا والناموس لمالك ميهاب محمد بن مطهر بن غدي المركز الثاني. وصلنا هملول لعبيد بن سعيد بن خميس الوهيبي المركز الثالث. وصلنا ما يخاف لبن رشيد المركز الرابع. وصلنا مكرم لراشد بن يعروف بن عامر الهاشمي. التوقيت الزمني هو 4:45. تهانين والناموس لمالك ما يخاف محمد بن مطهر بن غدير الكتبي على هذا الفوز والانتصار. وينحدر من سلالة ميهاب بن غدير. تهانينا والناموس لك يا بن غدير على هذا الفوز والانتصار.